كل سنة نأتي من موريتانيا لإحياء اليوم العالمي للسكري الذي تنظمه الرابطة المغربية لمحاربة داء السكري وشكر في هذه المدينة الجميلة مدينة بن قرير. وهذه السنة هناك رونق خاص حيث التقيت بأصدقائي المغاربة والأستاذي العزيز جمال بالخاطر، وكان معي أيضا مجموعة من إفريقيا جاءت من كل أنحاء إفريقيا، وكنا تدارسنا بعض من المشاكل اللي مطروحة على الساحة العلمية في إفريقيا. وكانت هذه التظاهرة تحت مخصصة للمرأة ومشاكل الحمل ومشاكل المشاكل اللي متعلقة بالسمنة. وكانوا هناك أيضا متدخلين من أوروبا ومن المغرب ومن منطقة منى. كانت ككل سابقاتها عرس علمي كنا نتدارس فيه المشاكل المطروحة، وكنت التقيت بكثير من الأخصائيين والنجوم في مكافحة السكري. وأنا جد مسرور، وهذه المرة في مدينة بن قرير الجميلة، وأشكر الإخوة على حسن الضيافة وعلى السكتشات وعلى كل الجوانب الأخرى الطبية وجوانب التحسيس وجانب المجتمع المدني. وهذا هذه عبر يمكن لنا أن نطبقها إذا ذهبنا لموريتانيا أو نلتمس منها ما يعيننا في مكافحة السكري اليومي. وأنا جد سعيد بالوجود دائما في المغرب، وسأبقى دائما ضيف على هذه الرابطة التي أعتبر أني جزءا منها، وشكرا.